قال لك لا بواليا لازم يبدأ، لأن معروفة الظروف، عارف أجواء المباريات اللي زي ديت، منهم هو بشكل كبير، وبعدين يعتمد على شريف. هي الفكرة كلها بالنسبة لي إن شريف يبدأ مع فيرو التاني، مع مروان، مع مروان أو بيساعدوا بعض بواليا، مفيش مشكلة. خصوصا مروان كمان النهاردة عامل مباراة كويسة جدا يا كابتن، جدا للأمانة يعني. مع حراس هداف، لكن كان عامل مؤثر، كان ليه دور كبير قوي النهارده مع اجاي يعني. ما شاء الله يعني. لو اتكلمنا على كل اللعيبه، انا عايز اقول يعني نقطه مهمه جدا. انا في اعتقادي كان اي 11 هيبدا، حتى لو بواليا بدا، لو بدانا بالشحات، اعتقد النهارده كان موقف ان اي حد، اي 11 كان هيبقوا رجاله وهيأدوا بنفس المهام. والمهم في الموضوع كله انك كنت تعدي هذه العقبه، واللعيبه كلها اللي بدا واللي دخل اعتقد ادوا اداء اكتر من رائع، بغض النظر بقى يبدا بمين ما يبداش بمين. المهم كان ال11 اللي يبداوا هم دول، يعني ايا كان مين الاسماء، كان روح وشخصيه النادي الاهلي كان لازم تظهر يعني. دي كانت موجوده من اول دقيقه يا كابتن، لكن فرق معانا التوفيق اللي موجود، فرق مع التشكيل المناسب بشكل كبير قوي، ان انت عايز تجيب جون بدري او عايز تنزل على المكسب. كل دي عوامل يا كابتن ساعدتك ان انت تركب المباراه من بدري قوي. يمكن الحمد لله يمكن واحده والثانيه والثالثه جول والرابعه جول والخمسه جون، فكل دي حاجات ايجابيه يعني. انت بعد خمس ست فرص بتجيب ثلاث اهداف، فدي حاجه كويسه جدا، خصوصا ان انت كمان ما راحش عليك حاجه، يمكن خاص بالشوط الثاني ممكن واحده او حاجه، طبيعي جدا. كابتن الاجواء دي صعبه جدا، وملعب ترتان، كل دي اجواء بتصعب المباراه مع الرطوبه العاليه اللي موجوده، مع ان انت رايح لازم تكسب. وطبيعي ان هو ينزل ضاغط كمان بعد ما انت احرزت مبكرا، لان يعني بالبلدي كده مفيش حاجه هو خايف عليها يعني. لكن ان احنا ما رجعناش لورا بعد الهدف الاول، ده خلاك دخلت في المباراه بشكل كويس قوي، انك قدرت تحقق الجول الثاني والثالث. صحيح. انا شايف اليوم كله كان مثال يا كابتن، كتشكيل، كتوفيق للعيبه، كاختيار حتى للتغييرات كلها كانت تغييرات موفقه جدا جدا. يعني فالحمد لله على مكسب. عارف ايه اللي عجبني كمان كابتن احمد؟ ان واكيد كلنا تابعنا المباراه، ان يمكن اول ربع ساعه ثلث ساعه في الشوط الثاني بدا شويه التراجع شويه. اللي عجبني جدا مواقف حصلت جوه الملعب، يمكن ناس كتير ما شافتهاش، الشناوي وعصبيته على اللعيبه، توجيهه للعيبه بتتكلم كرة. كمان بدر بنون في وقت من الاوقات بدا يشد اللعيبه، لا يعني لما بتحس كمان بدا الدنيا تميل، كان في ثقه موجوده بسبب 2-0، لكن لما بتحس ان الموضوع في شويه كسل، لا في ناس بقى بتشد الفرقه. ده مهم كمان، ممكن ناس كتير ما شافتهاش. طبعا الحاجات دي يا كابتن هي اللي بتكسب، هي دي يعني هي دي الفرقه الكبيره. تتكلم على لعيب ممكن يفرق معاك بين الشوطين في اوضه اللبس، يتكلم، يوجه، يساعد المدير الفني في التوجيهات، كل دي عوامل مؤثره جدا. كمان كابتن الجهاز الفني كان مركز قوي يعني. في تغيير النهارده حصل، لو في العادي محدش هيفكر كده، لكن معنى كده ان هو مركز. تغيير ايمن اشرف طبيعي جدا مش هتغيره، لكن انت عشان واخد كارت وراجع من اصابه فحسب كل الحاجات دي فغيره، فمعنى كده ان الجهاز الفني بره مركز قوي مع كل التغييرات اللي كانت موفقه النهارده. فالتركيز كان من الناس كلها النهارده. هو ده شخصيه النادي الاهلي، هي روح النادي الاهلي اللي فرقت بشكل كبير قوي من اول دقيقه يا كابتن. من اول دقيقه انت نازل عايز تكسب، كان واضح جدا، انت اللي بتروح على الجون، انت اللي حرصت الاول، انت اللي جبت الثاني والثالث، كل دي كانت عوامل. مش على ملعبك، ودي سابقه في تاريخ النادي الاهلي الحقيقه. انا كمان لفت نظري الشناوي لما اخر كوره جت اوف سايد، لما كان يعني صمم لحد اخر لحظه انه شباكه تبقى نظيفه طبعا. وده لفت نظري قوي، انه في رغبه في التصميم قوي على الفوز النهارده. انا داخل اكسب، انا النهارده داخل عندي هدف ان انا اسعد جماهير النادي الاهلي. فالحقيقه من كل الجوانب على كافه المستويات النهارده كان في تصميم واراده عاليين جدا الحقيقه. احنا لو رجعنا لورا شويه كابتن، بعد بطوله افريقيا او بعد كاس العالم بالاخص الانديه، لو ركزت في كل تصريحات اللعيبه او الجهاز الفني، احنا هنلعب عشان ناخد البطوله عشان نرجع تاني. صحيح. فكل الحاجات دي ما بتتقالش كده من فراغ يا كابتن، بالعكس اكيد اللعيبه دي حاطه بتلعب مسافره انها تلعب مباراه زي كده عشان اكسب، عشان حاطط في دماغي ان انا عايز اروح كاس عالم الانديه تاني، عشان المستوى اللي انا ظهرت بيه عندي كمان اكتر من كده ان انا العب نهائي كاس. صحيح. عالم الانديه. كل دي عوامل وامور بتخلي اللعيبه ان انا مركز وعندي الحافز ان انا اعمل احسن من اللي انا عملته كمان.